بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دلوقتي هنبدا نتكلم عن البون مينرايزيشن، وده الموضوع الاخير اللي موجود عندنا في المنهج. هنتكلم عنه عن ايه بالظبط فيه؟ هنتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه الفسيولوجي اوف البون، وده هياخد تقريبا من الصفحه رقم 1 للصفحه رقم 6. بنتكلم عن العظام شكلها عامل ازاي وايه الهرمونات اللي بتتحكم فيها. بعد كده في الصفحه رقم 7 هنتكلم عن الباثوفيسيولوجي او المشاكل اللي ممكن تحصل في العظام زي الاوستيوبروزس بقى الحاجات دي كلها. بعد كده هنتكلم من اول الصفحه رقم 8 لحد الاخر عن علاجات الاوستيوبروزس. تمام، هنخصص الفيديو ده ان شاء الله للفسيولوجي والباثوفيسيولوجي بتاع العظام. عشان نلخص الفيديو ده كله هنلخصه ان شاء الله في الورقه اللي موجوده قدامنا دي. طيب البون كومبوزيشن او تركيب العظام بتتكون من ايه بقى العظام؟ هتلاقي انها بتتكون من 3 حاجات. اول حاجه السيلز او الخلايا، تاني حاجه الماتريكس او الاوستيويد او الاورجانيك سبستانس، تالت حاجه وهي الان اورجانيك سبستانس، وهي ديت عباره عن ايه؟ عباره عن المعادن، زي مثلا عندك الهيدروكسابيتايد ديت عباره عن كريستالز من الكالسيوم والفوسفيت. تمام، وده يعني اكتر حاجه مكونه من العظام، وطبعا موجود برضو معادن تانيه زي المغنيسيوم زي الصوديوم وهكذا. تمام، الانورجانيك سبستنس ديت هتلاقيها مكونه تقريبا ل 75% من العظام، انما الاورجانيك ماتريكس ديت هتلاقيها مكونه ل 25% بس تقريبا من العظام. طب الاورجانيك ماتريكس ديت عباره عن ايه بالظبط؟ عباره عن كولاجين تايب 1 والجراوند سبستنس. طيب بالنسبه للسيلز بقى اللي موجوده عندك، عندنا سيلز كتير او خلايا كتير، وهم طبعا اللي بيتحكموا بقى في تكوين العظام او تكسير العظام من المحتويات بتاعتها اللي هي اورجانيك وان اورجانيك. تمام، عندنا الاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست دول اشهر حاجه من الخلايا اللي موجوده في العظام. الاوستيوبلاست مسؤوليتها ايه؟ تكسير، كلاست تكسير. تمام، يبقى هي هتعمل بون ريزوربشن او تكسير في العظام. طيب بالنسبه للاوستيوبلاست مسؤوليتها اوستيو بيلدينج او بون بيلدينج، بناء العظام. تمام، حلو. طيب الاوستيوبلاست كده يبقى هي هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تبني العظام عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي مثلا هتلاقيها ان هي بتحفز الكولاجين او بتزود الكولاجين، فبالتالي هي كده زودت الاورجانيك ماتريكس، وفي نفس الوقت برضو هتلاقيها انها بتبدا ترسب الكالسيوم والفوسفيت على العظام بحيث ان هي تقوي وتزود صلابه العظام. تمام، ادي ده دور البناء. طيب دور الهدم او الاوستيوكلاست هتلاقيها ان هي بتبدا ان هي تعمل ايه؟ هتبدا ان هي تفحر في العظم وتطلع الكالسيوم والفوسفات اللي موجود فيه وترميه في الدم. تمام، يبقى اذا اكيد ان الخلايا ديت بتتحكم في الهوميوستاسيس بتاعت المعادن اللي هي الكالسيوم والفوسفيت، سواء بقى بوجودها جوه العظام او جوه الدم. تمام، طبعا الكالسيوم والفوسفيت لها وظائف تانيه موجوده جوه الجسم. تمام، طيب لو كان بقى الاوستيوبلاست زادت قوي عن حدها، ده معناه ان هي رسبت كميات كبيره من الكالسيوم والفوسفيت عليها من اللي موجوده في الدم، يبقى اذا الكالسيوم والفوسفيت هيقلوا من الدم، وطبعا لما هيقلوا من الدم يبقى هيسببوا مشاكل في اماكن تانيه. طيب لو الاوستيوكلاست كانت هي اللي زادت، ده معناه ان هي كسرت العظم وطلعت منه كالسيوم وفوسفيت، يبقى الكالسيوم والفوسفيت كميتهم زادوا جوه الدم وقلوا من العظام، وبما انهم قلوا من العظام يبقى هيحصل هشاشه في العظام، لان مفيش اساسا المعادن اللي محافظه على صلابه العظام. تمام، طيب هنتكلم بقى برضو عن حاجه تانية دلوقتي، وهي الاوستيوبلاست بتطلع حاجات تانية عشان تحافظ على التوازن اللي موجود عندها ده. هتلاقيها ان هي بتطلع حاجه اسمها او بي جي وحاجه اسمها رانكين. لو الاوستيوبلاست زادت عن حدها لازم الاوستيوبلاست تشتغل. تمام، فالاوستيوبلاست لما بتزيد بتطلع حاجه اسمها الرانكين. الرانكين ده وظيفته هي جرايح ماسك في الاوستيوبلاست على ريسبتور مخصص ليه، يعني على الاوستيوبلاست، ويقوم محفز الاوستيوبلاست ماتوريشن، يحفز النضوج بتاع الاوستيوبلاست ويخليها ريزيستنت للابوبتوزس، يعني يخليها ما تموتش ويزود كميه وجود الاوستيوبلاست. يبقى اذا الاوستيوبلاست بتطلع حاجه اسمها الرانكل، الرانكل ده هيحفز الاوستيوبلاست اللي هتزود تكسير العظام. يبقى اذا لو انا عندي دلوقتي مريض اوستيوبروزس مثلا، يعني عنده هشاشه عظام، هتوقع ان الرانكل ده زياده ولا قليل؟ اكيد هيكون زياده، لان هو لما هيكون زياده هيحفز الاوستيوبلاست وبالتالي يزود البون ريزوربشن. وعشان كده لما نيجي نعالج الاوستيوبروزس هتلاقي من ضمن خطوات العلاج ان انت ممكن تستخدم حاجه ضد الرانكل ده. طيب هل في حاجه ضد الرانكل دي الطبيعيه جوه الجسم؟ اقول لك ايوه، الاوستيوبلاست برضو عامل حسابه على نداره الرانكل ان هو ممكن يزود عن حده في الشغل بتاعه، فجي مطلع له حاجه اسمها الاو بي جي.
الاو بي جي ده مسؤوليته ان هو يمسك في الرانكل ويقول له لو سمحت ما تشتغلش ولا تروح تحفز الاوستيو بلاست، عشان كده انت بتدمرنا كلنا وبتدمر العظام. طيب فاحنا هنعمل زي الاو بي جي تمام من خلال الادويه اللي موجوده عندنا من بره. هتلاقي ان الاستروجين مثلا بيروح عند الاوستيوبلاست هو والاندروجين ويقول لها لو سمحتي ما تطلعيش الرانكل من الاساس، تمام؟ انت بتطلعيه وتطلعي له واحد يعني يقول له ما تشتغلش ولا تحفز الاوستيوبلاست، طب ما تطلعيهوش اصلا، وبالتالي يبقى كده يعني ما حفزناش الاوستيوبلاست خالص، ولا حصل بون ريزوربشن، ولا حصل المشكله اللي موجوده عندنا دي كلها، تمام؟ او طيب يعني مش هي المشكله في الرانكل، تمام خلاص طلعي رانكل براحتك يا اوستيوبلاست، وانا هستخدم مونوكلونال انتيبادي زي حاجه اسمها الدينوزومات، والمونوكلونال انتيبادي ده هيجي ماسك في الرانكل ومنعه من الارتباط بالاوستيوكلاست ولا تحفيز الماتيوريشن ليها بقى ولا تحفيز اي حاجه. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن فكره من افكار العلاج مثلا لو كان موجود عندك يعني اوستيوبروزس او مشاكل في العظام. تمام، ننزل بقى على الجدول اللي موجود عندك ده. الموجود عندك تحت احنا هنتكلم عن ايه بالظبط؟ هنتكلم عن العوامل المختلفه اللي موجوده جوه الجسم سواء بقى هرمونات او الحاجات ديت كلها، وبتاثر ازاي بقى على الخلايا اللي موجوده قدامك، سواء مثلا هل بتاثر على الاوستيوبلاست ولا لا، بتزودها ولا بتقللها، هل بتزود الاوستيوبلاست ولا الاوستيوبلاست اكتر. وبعدين هنتكلم على تاثيرهم على الكالسيوم والفوسفيت، هل مثلا بيزودوا الكالسيوم ابزوربشن يعني بيزودوا امتصاصه من خلال الامعاء ولا لا؟ طيب هل بيزودوا الري ابزوربشن اللي هو مثلا من خلال الكليه، لما الكالسيوم يجي يطلع من الكليه وينزل في البول مثلا، هل بيحصل له ري ابزوربشن بواسطه العامل اللي موجود قدامنا ده، ولا بيزود الاكسكريشن ان هو يطلع في البول؟ تمام، وهنتكلم برضو عن الفوسفات بنفس الفكره، هل العامل ده بيزود امتصاص الفوسفات ولا بيقلله، وهل بيزود الري ابزوربشن من خلال الكليه ولا بيقللها؟ تمام، فهتلاقي ان اول عامل موجود عندك هو الباراثايرويد هرمون او البي تي اتش، تمام، وبعد كده الفيتامين دي او الكالسيترايول. الكالسيترايول ده هو الاكتيف فورم بتاعت الفيتامين دي، وهتلاقي بعد كده هرمون اسمه الكالسيتونين، وده هرمون بيطلع من الثايرويد جلاند، وبعد كده الجلوكوكورتيكويد اللي هم كورتيزونات، والاف سي اف 23، والجونات الهرمون زي الاستروجين والاندروجين، والثايرويد هرمون اللي هو بقى تي 3 والتي 4. تمام، يبقى فرق ما بين الثايرويد هرمون اللي هو تي 3 والتي 4 وما بين الكالسيتونين اللي هو برضه بيطلع من الثايرويد بس ليه وظيفه مختلفه عنهم. تمام. مين اهم ثلاثه فاكتورز من الثلاثه من الفاكتورز السبعه اللي موجوده قدامك دول؟ هتلاقي ان اهم واحد هو البي تي اتش، بعده الفيتامين دي، بعده الاف سي اف 23. تمام. خلينا بقى نتكلم عنهم واحد واحد. هنبدا بالبي تي اتش. البي تي اتش ده يعني ايه؟ يعني بارا ثايرويد هرمون. يعني بيطلع منين؟ يعني بيطلع من البارا ثايرويد جلاند. امتى بقى بيطلع من البارا ثايرويد جلاند؟ طبعا احنا عارفين يعني وليكن مثلا ان ديت الثايرويد، هتلاقي ان فيه يعني فصين في كل حته من الثايرويد ديت، يعني هم اربع فصوص دول البارا ثايرويد جلاند. هتبدا ان هي لو حست ان فيه كالسيوم قليل جوه الدم، تمام، فيه ريسبتورز كده موجوده على الباراثايرويد هرمون عند الباراثايرويد جلاند قصدي، هتحس ان الكالسيوم قل فهتقوم فارزه الباراثايرويد هرمون ده. فالباراثايرويد هرمون ده جاي بقى ايه؟ جاي يزود كميه الكالسيوم جوه الدم، تمام، باي طريقه بقى. تمام. طيب ما ان هو هيزود كميه الكالسيوم جوه الدم، يبقى وظيفته ايه على العظم؟ اكيد هيحفز الاوستيوبلاست عشان تبدا تطلع الكالسيوم اللي موجود على العظام وتوديه للدم، تمام، واكيد برضو هيزود امتصاص الكالسيوم من خلال الامعاء، تمام، يبقى هو كده زود الابزوربشن بتاع الكالسيوم، تمام، واكيد هيمنع خروج الكالسيوم من الكليه، يبقى هيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم من الكليه، يبقى هيرجع الكالسيوم للدم، ماشي. طب على الفوسفيت هيعمل ايه؟ قال لك ان هو هيزود الابزوربشن بتاعه بس بكميات قليله شويه، يعني برضه هيزود الابزوربشن من خلال الامعاء، ولكن بالنسبه للري ابزوربشن هتلاقيه بيقلل الري ابزوربشن، يعني بيزود الفوسفيت اكسكريشن، يعني بيطلع الفوسفيت بره الجسم ولكنه بيزود الكالسيوم ابزوربشن وري ابزوربشن. يبقى تاثير البي تي اتش على الكالسيوم والفوسفيت ايه؟ على الكالسيوم بيزود الابزوربشن وري ابزوربشن، وعلى الفوسفيت بيزود الابزوربشن ولكنه بيقلل الري ابزوربشن. تمام، طيب اللي هو انت مقسم للباراثايرويد هرمون لجزئين ليه؟ اقول لك ما هو اساسا يعني تاثيره على العظام بيختلف،
على حسب انت مستخدم الباراثايرويد هرمون ازاي. لو انت كنت يعني لو انت كنت انت اللي بتحقن الباراثايرويد هرمون من بره ومحافظ ان هو يكون موجود مثلا لمده 5 ساعات مثلا ولا حاجه، يبقى في الحاله دي هيكون بيحفز اكتر الاوستيوبلاست، تمام؟ وبالتالي هيساعدك في تكوين العظام من تاني. يعني مش انت دلوقتي زودت كميه الكالسيوم في الدم اهوت عن طريق الابزوربشن والري ابزوربشن، هتلاقيه ان هو بالجرعات القليله دي او الفتره القليله اللي هو هيقعدها جوه الجسم هيبدأ يستخدم الكالسيوم ده اهو ويرسبه على العظام ويحفز الاوستيوبلاست، فبالتالي يساعدك في تكوين العظام. اما لو كان موجود جوه الجسم بشكل طبيعي لمده ال 24 ساعه في ال 24 ساعه زي حالات الهايبر باراثايرويدزم، يعني ان هو الباراثايرويد زايد على طول، يبقى في الحاله دي هيحفز الاوستيوبلاست، لان تحفيز الاوستيوبلاست بيتم ايه ببطء شديد، تمام؟ ف يعني تاثيره ما هوش هيكون واضح الا لو كان موجود على طول، انما لو كان موجود لفترات قليله يبقى هو كان هيحفز الاوستيوبلاست، وده كانت هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لي. اذا لو انا دلوقتي حابب ان انا اعالج الاوستيوبروزس، هل يفضل ان انا استخدمه لفترات قليله ولا لفترات كبيره؟ اقول لك اكيد استخدمه لفترات قليله بكميات قليله، اللي هو مثلا يعني يقعد في الجسم لمده 5 ساعات مثلا ولا حاجه، فبالتالي هيحفز الاوستيوبلاست، وكمان هو مزود الكالسيوم ابزوربشن وري ابزوربشن، فبالتالي هيجي يقوم مستخدم المعادن ديت كلها ومرصبها على البون، تمام؟ اما لو انا كنت مستخدمه لمده 24 ساعه في ال 24 ساعه، يبقى في الحاله ديت هيكون بيحفز الاوستوبلاست، هيكون حاجه وحشه بالنسبه لي. يبقى كده الباراثايرويد هرمون الافضل ايه؟ الافضل ان هو يكون بكميات قليله، تمام؟ نخش بعد كده على الفيتامين دي او الكالسيترايول، تمام؟ طبعا يعني قبل ما نبدا فيها، انت عندك الباراثايرويد هرمون ده بشكل اندايركت بيروح يحفز يعني تكوين الاكتيف فورم بتاعت الفيتامين دي اللي بنسميها الكالسيترايول. والفيتامين دي او الكالسيترايول ده تاثيره على المعادن ان هو بيعمل ايه بالظبط؟ بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم وبيزود الابزوربشن بتاع الفوسفيت، تمام. يبقى اذا الباراثايرويد هرمون ما زودش الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت بنفسه، ده زودهم عن طريق ان هو حفز الفيتامين دي. يبقى كده انكريزنج كالسيوم وفوسفيت ابزوربشن باي الباراثايرويد هرمون از دايركتلي ولا اندايركتلي؟ اكيد كده اندايركتلي. ليه؟ لان هو بناء على تحفيزه للفيتامين دي فهو قام بالوظائف دي، تمام. طيب الفيتامين دي برضو بيختلف أداؤه على العظام على حسب الجرعة المستخدمة. لو كان بجرعات قليلة هتلاقيه إن هو بيحفز الأوستيوبلاست، وبالتالي ممكن يسبب برضو تكسير العظام شوية ويحرر منها الكالسيوم، تمام؟ ولكن بيتفوق عليه بقى لو كان هو متاخد بجرعات عالية. لو كان متاخد بجرعات عالية، الكمية الممتصة من الكالسيوم والفوسفيت دي الدم هتبدأ إن هي تترسب على العظام، وبالتالي يساعد في تكوين العظام بصورة كبيرة، تمام. طيب مش الفيتامين دي ده جاي او متحفز تكوينه عن طريق وجود الباراثايرويد هرمون؟ ايوه. طب لو الفيتامين دي ده كميته زادت قوي 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 عن حدها، يبقى هتبدا تعمل ايه؟ يبقى هتبدا تعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الباراثايرويد هرمون، اللي هو اصلا كان بيعمل ايه؟ اللي هو كان بيعمل اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. يعني هو كده اكنه بالجرعات العاليه منع الباراثايرويد هرمون اللي كان بيعمل اوستيوكلاست او بيزود الاوستيوكلاست، يبقى هو في الحاله دي اكنه عمل ايه؟ بقى اكنه قلل الاوستيوكلاست. قلل الاوستيوكلاست ليه؟ لان هو قلل الباراثايرويد هرمون، تمام؟ يعني هكذا يعني تكون فاهم الفكره كده جت منين، ان الجرعات العاليه من الفيتامين دي هتكون هيلبفول بالنسبه لي على العظام، تمام؟ ان انا قللت الشغل بتاع الباراثايرويد هرمون اساسا، فبالتالي كده قللت الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، تمام. طيب بعد كده ثالث هرمون موجود عندي وهو الكالسيتونين، وده بيطلع زي ما قلنا من الثايرويد. هتلاقي ان هو تاثيره على العظام ان هو بيقلل الاوستيوبلاست، تمام؟ فبالتالي هو كده عكس الباراثايرويد هرمون خالص، تمام؟ يبقى الكالسيتونين ده عكس الباراثايرويد هرمون، بيقلل الاوستيوبلاست، فبالتالي هيحافظ على العظام، وبالتالي ديت هتبقى حاجه كويسه جدا 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 بالنسبه لي لو انا بعالج مشكله في العظام. وهتلاقيه برضه ان هو بيقلل الكالسيوم ري ابزوربشن، يعني ما علينا من المعلومه ديت، ركز اكتر على الاوستيوبلاست. بعد كده الجلوكوكورتيكويد او الكورتيزونات دي بتعمل كل حاجه وحشه بقى،
فهتلاقيها ان هي مثلا بتقلل لك الاوستروبلاست اللي هي مسؤوله عن تكوين العظام، وبتقلل الابزوربشن والري ابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت، فبالتالي ايه يعني بتقلل لك المعادن وبتقلل الاوستروبلاستيك اكتيفيتي. فاذا الكورتيزونات ديت حاجه وحشه جدا، وبالتالي لو شخص ماشي عليها لفترات طويله ممكن يحصل له جلوك كورتيكويد انديوس اوستيوبروزس، تمام، ان هو يحصل له اوستيوبروزس بسبب استخدامه المستمر للادويه دي. تمام. بعد كده عندنا الاف سي اف 23، وده برضه من العوامل المهمه زي ما قلنا. هنلاقي ده ان هو بيعمل ايه؟ هتلاقيه ان هو بيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الفيتامين دي، تمام؟ يبقى هو بيقفل الفيتامين دي. وطب الفيتامين دي كان مسؤوليته ايه؟ كان مسؤوليته ان هو يزود الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن. يبقى اذا بما انه منع الفيتامين دي يبقى هو اندايركتلي عمل ايه؟ ديكريز للكالسيوم والفوسفيت ابسوربشن، تمام؟ وهو كمان برضو هيقلل الري ابسوربشن بتاع الفوسفيت، يبقى ويا كان الاف سي اف 23 ده بيقلل وجود المعادن جوه الدم او جوه الجسم، تمام؟ عن طريق بقى ان هو بيقلل الابسوربشن وبيقلل الري ابسوربشن. طب هل هو قلل الابسوربشن بنفسه؟ قال لك لا، ده هو قلله بناء على ان هو قلل الفيتامين دي. طيب هو اللي هو لما هيقلل الفيتامين دي، مين اللي كان بيصنع الفيتامين دي؟ اللي كان بيصنعه الباراثايرويد هرمون. يبقى كأنه لما هيقلل كمان الفيتامين دي هيزود الباراثايرويد هرمون، وبالتالي يزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي ويزود الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. تمام. يبقى كده الاف سي اف عمل ايه في الفيتامين دي؟ منعه، فبالتالي عمل ايه؟ فبالتالي برضه اكن الاف سي اف ده زود الباراثايرويد هرمون. تمام. بعد كده هنتكلم عن الجناز الهرمون اللي هي الاستروجين والبروجستيرون، قصدي الاستروجين والاندروجين. هتلاقيهم ان هم بيعملوا ايه؟ هتلاقيهم ان هم غالبا بيقللوا الاوستيوبلاست وبيزودوا الاوستيوبلاست. ازاي بيقللوا الاوستيوبلاست؟ زي ما احنا ما قلنا ان انت كان عندك قوات الاستروجين ده كان بيشتغل على الرانكل ويوقف الشو، يعني بيمنع خروج الرانكل، فبالتالي بيمنع الماتوريشن بتاعت الاوستيوبلاست، فبالتالي هو يعتبر كده بالنسبه لي قلل الاوستيوبلاست. انما الاوستيوبلاست هتلاقي ان الجنيه الهرمون دي بتزودوها، فبالتالي هيحافظوا على كتله العظام. بالنسبه بقى للثايرويد هرمونز اللي هي تي 3 وتي 4، هتلاقيهم ان هم بيزودوا الاوستيوبلاست او تكسير العظام. تمام. نجمع كده بقى ايه الحاجات بالنسبه لي الكويسه اللي موجوده قدامك دلوقتي. هتلاقي ان انت الباراثايرويد هرمون لو كان بلس تايل او انترميتنت، او لو موجود في الجسم مثلا لفتره 5 ساعات، هتلاقيه ان هو حاجه كويسه وهيساعدك في علاج الفيتامين، هيساعدك في علاج الاوستيوبروسيس. بعد كده الفيتامين دي او الكالسيترايول لو كان مستخدم بجرعات عاليه، يبقى في الحاله ديت هيساعدك في علاج الاوستيوبروسيس. الكالسيتونين لو كان بجرعات يعني كويسه برضه هيساعدك في علاج الاوستيوبروسيس. الجونادال هرمونز هم برضه هيكونوا كويسين. طيب مين بقى الحاجات الوحشه اللي موجوده عندك؟ الحاجات الوحشه لو كان الباراثايرويد هرمون كتير، او الفيتامين دي قليل، او في عندك جلوكوكورتيكويد خاصه لو مستخدمها لفترات طويله، او الاف سي اف 23 موجود، او الثايرويد هرمونز اللي هي تي 3 وتي 4 موجودين. تمام. التجميعه ديت مهمه جدا، وهي يعني تقريبا هي البوم كله تقريبا. تمام. نخش بقى دلوقتي نقرا اللي موجود عندنا في المحاضره، وان شاء الله هيكون سهل بعد التجميعات دي. ماشي. الاستراكشر اوف بون او تركيب العظام بتتكون من ايه بالظبط؟ هتلاقي زي ما قلنا اهوت 25% اورجانيك و75% ان اورجانيك. طيب الاورجانيك سبستانس ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الخلايا، واهم حاجه في الخلايا هي مين؟ الاوستوبلاست والاوستوبلاست. ماشي. طيب الاوستيويد او الماتريكس اللي موجوده عندي ديت هتلاقيها ان هي بتتكون من ايه؟ من الكولاجين اللي هو تايب 1، وكمان بتتكون من السيفرال لو اباندنت بروتينز اللي هم زي ما قلنا ايه؟ اللي هم عباره عن الجراوند سبستنس بتاعتي. تمام. وطبعا فيها فايبرز برضو كده. ماشي. بعد كده الريجوليشن اوف البون ريمودلنج، المفترض بقى ان بيحصل تكسير وبناء للعظام بشكل مستمر. تمام. فبيقول لك اوقات ان البونز ار ريموديل كونتينوسلي، على طول بيحصل فيها ريموديلنج، لان هي مسؤوله عن الاستراكشرال سبورت. المفترض العظام ديت هتبدا انها تحافظ على الانترنال اورجان اللي موجود عندي، وكمان مش المفترض ان العظام ديت موجود فيها نخاع العظام المسؤول عن تصنيع يعني كرات الدم وكده. يبقى انا كده لو انا حافظت على العظام يبقى انا حافظت على الهيماتوبويسيس، عشان عن طريق ايه؟ ان انا حافظت على نخاع العظام. تمام. وكمان برضو البون بتعتبر بالنسبه لي مينرال ستورج، ان انا مخزن فيها الكالسيوم والفوسفيت، ولو احتجتهم مثلا في اي وقت ممكن اخدهم من خلال العظام واوديها على المكان اللي محتاجاه وهكذا يعني. تمام. طيب الرسمه دي طبعا يعني ملهاش لازمه طالما احنا فهمنا الكلام اللي احنا قلناه. بعد كده الاوستيوكلاست والاوستوبلاست، الكلاست مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الريزوربشن، انما البلاست مسؤول عن الفورميشن. ماشي.
الريجوليشن هيتم بالخليتين اللي موجودين قدامنا دول، وطبعا هيبدا ان هو يحصل عليهم ميكانيكال واندوكراين وباراكراين فاكتورز. طبعا يعني الاندوكراين فاكتورز اللي احنا لسه متكلمين عليها بقى، سواء باراثايرويد هرمون والكالسيتونين والحوارات دي كلها، ميكانيكال فاكتورز مثلا ممكن يعني كانسر مثلا يحصل ولا حاجه وهكذا. طيب يعني بعد كده اللي هو البالانس بقى هيبدا ان هو يحصل ما بينهم، ما بين البون فورميشن والبون ريزوربشن بناء على شغل الاوستيوبلاست والاوستيوبلاست. طيب امتى هيبدا يحصل عندك بون لوس او يعني مشاكل في العظام؟ اكيد لو كان البون ريزوربشن هو اللي زايد عن حده قوي، يعني الاوستيوبلاست هي اللي شايفه شغلها زياده عن اللزوم. تمام. وطبعا قلنا ان الاوستيوبلاست بيحصل لها ماتيوريشن بايه؟ بالرانكل. ماشي، نخش بعد كده على المينرال بالانس. المفترض ان انا عندي الكالسيوم دي اسينشال لاكتر من حاجه جوه الجسم. تمام، يعني هي مش موجوده في العظام بس، ولكنها مسؤوله مثلا عن ايه؟ عن نيورو ترانسميتر ريليس. طبعا زي ما احنا فاكرين الاسيتايلكولين مثلا الادرينالين والنور ادرينالين والحاجات دي كلها، طبعا عشان يحصل لها ريليس لازم الكالسيوم يخش جوه الفيزيكل ويفرقعها عشان تطلع النيورو ترانسميتر ده. تمام، وكذلك برضه بتحفز الماسل كونتراكشن او انقباض العضلات، وكذلك ليها دور في الكواجوليشن. وبالتالي لو حصل بقى اي مشاكل في الكالسيوم او اختلال في التوازن بتاعه جوه الجسم هيحصل مشاكل كتير. ماشي، طيب هنتكلم دلوقتي عن الابزوربشن بتاع الكالسيوم. تمام. فبيقول لك ان الكالسيوم بيحصل له ابزوربشن بطريقتين، فاسيليتيتد ترانسبورت واكتيف ترانسبورت. فاسيليتيتد ده طبعا محتاج طاقه. لا مش محتاج طاقه، ده محتاج كارير بس. تمام، يعني محتاج حاجه بس مواصله ولكنه مش محتاج طاقه. تمام، فبالتالي الكالسيوم بذات نفسه يقدر يعمل الفاسيليتيد ترانسبورت ده، وده بيحصل في السمول انتستين. طيب بالنسبه للاكتيف ترانسبورت، لا ده محتاج طاقه. طيب والطاقه دي بقى هيجيبها من يعني من خلال ايه؟ من خلال تواجد الكالسيترايول. الكالسيترايول ده اللي هو مين؟ اللي هو الاكتيف فيتامين دي اللي احنا بنقول عليه. يبقى مش احنا كنا بنقول الاكتيف فيتامين دي بيزود امتصاص الكالسيوم والفوسفيت؟ ايوه. طب بيزود امتصاص الكالسيوم ازاي؟ هو زي ما قلنا، هو عن طريق ان هو بيحفز الكالسيترايول ديبندنت اكتيف ترانسبورت في الدودينوم. تمام، فبالتالي بيزود امتصاص الكالسيوم من خلال الدودينوم. تمام، فديت برضو معلومه مهمه جدا. ماشي، in people ingesting 1000 مللي جرام اوف دايتري كالسيوم، يعني لو واحد بياخد 1000 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم، هيحصل له امتصاص في اليوم من الكالسيوم ده ل 300 مللي جرام بس، هم اللي هيحصل لهم امتصاص خلال اليوم. تمام. طيب والجسم يعني هل هيمتص مثلا، يعني لو انت واخد 3000 مثلا مللي جرام من الكالسيوم، هيعتنيه ياخد نفس النسبه مثلا وهكذا، ولا هو يعني هيعتمد 300 مللي جرام في اليوم بس وخلاص هو اللي يمتصهم؟ قال لك بص، هو الجسم هيراقب هو محتاج قد ايه من الكالسيوم. لو لقى مثلا ان هو عنده لور كالسيوم انتيك، يعني انت ما بتاخدش كالسيوم كتير، هيقول ايه ده انت واخد كميه قليله قوي من الكالسيوم وانا محتاج اضعاف الكميه دي، خلاص ده انا هزود الامتصاص بتاعي. يبقى لو كنت انت بتاخد كميات قليله من الكالسيوم، الانتستين هتخلي الابزوربشن هاير، امتصاص الكالسيوم بتاعها هتزوده. طيب لو انت بقى كنت انت بتاخد هاير كالسيوم انتيك، لو انت واخد كميات كبيره جدا جدا من الكالسيوم، الجسم هيجي يقول لك ايه ده يا عم، بالراحه علينا، احنا مش محتاجين الكالسيوم ده كله، وهنقلل الابزوربشن بتاعنا ومش هناخد الكميه اللي انت باعتها ديت كلها. تمام. يبقى اذا الجسم بيتحكم في كميات الكالسيوم وبيعمل كالسيوم هوميوستيزس، ودي حاجه كويسه جدا جدا ان الجسم يكون عارف احتياجاته وبيقدرها كويس. تمام، بعد كده بيقول لك بقى ان لو انت كنت انت معاك فيتامين دي او كالسيترايول، يبقى انت هتحفز الاكتيف ترانسبورت اللي هو من خلال الدودينم. تمام، طب ولما تحفز الاكتيف ترانسبورت هتبقى انت زودت الامتصاص كمان. تمام، يبقى انت هتزود الامتصاص ل 600 مللي جرام في اليوم. تمام، يبقى انت كان بالفاسيليتيد الترانسبورت ده كان بيحصل ايه؟ 300 مللي جرام من ال 1000 بيحصل لهم امتصاص، لكن لما انت زودت الفيتامين دي فبالتالي حصل معاك اكتيف ترانسبورت كمان، فضعفت الكميه، فبقى بيحصل امتصاص ل 600 مللي جرام في اليوم. تمام. ماشي، طيب الابزوربشن اوف كالسيوم انتستين ده از نورمالي بالانسد باي ايه بقى؟ نفترض ان انت دلوقتي حصل امتصاص للكالسيوم، هل الكالسيوم ده هيتنيه موجود مثلا على طول كده في الدم، ولا ممكن ان هو هيطلع بقى بره الجسم في الاخر؟ اكيد برضه هيطلع بره الجسم. طيب الجسم بيطلع الكالسيوم براه في اليوم الواحد بكميات قد ايه؟ قال لك ان هو بيفقد الكالسيوم من خلال الرينال اكسكريشن 200 مللي جرام تقريبا في اليوم،
ومن خلال السليفري والبيليري اكسكريشن هتلاقيه ان هو بيخسر 100 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم. فاذا لو جمعتهم هتلاقيهم ان هم 300 مللي جرام. يعني لو انت كان بيحصل لك امتصاص ل 300 مللي جرام بس من الكالسيوم، فال 300 مللي جرام دول هم نفس الكميه بالظبط اللي بيحصل لهم اكسكريشن بره الجسم، تمام؟ وبما انك بقى موجود عندك فيتامين دي جوه الجسم بشكل طبيعي اساسا بشكل اندوجينوس، وغير طبعا الفيتامين دي اللي المفترض تكون يعني بتاخده من بره برضو، فالفيتامين دي هيزود لك كميه الكالسيوم الممتصه، تمام؟ وصلت اهي ل 600، فبالتالي هيحافظ على نسبه معينه جوه الجسم من الكالسيوم بحيث ان انت تستخدمها في احتياجاتك الطبيعيه يعني. طيب، هو برضه لو الجسم لقى ان هو عمل اكسكريشن كتير للكالسيوم ومحتاج كالسيوم زياده، فهيبدا يمتص كالسيوم زياده من الاكل اللي انت بتاخده ده. تمام. يبقى احنا لحد دلوقتي في الحته ده هي كلها كنا بنتكلم عن مين؟ كنا بنتكلم عن الكالسيوم ابسوربشن. هنتكلم بقى دلوقتي عن الفوسفيت ابسوربشن، الامتصاص بتاع الفوسفيت. هل برضه الجسم هيتعامل مع الفوسفيت بنفس الطريقه الذكيه ديت ان هو يعني ياخد كميه فوسفيت على قد ما هو محتاج بس؟ قال لك لا. امال ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان الفوسفيت ابزوربشن نوت هوموستاتيكالي ريجوليتد. يعني ايه؟ يعني والله لو اتجاب لي 100 مللي جرام انا هاخد التلتين من ال 100 مللي جرام دول، تمام؟ هاخد التو ثيرد او التلتين منهم، تمام؟ لو جاب لي 1000 هاخد التلتين برضو منهم، هعمل لهم امتصاص. لو جاب لي مليون هاخد التلتين من امتصهم، تمام؟ يبقى انا ما بفكرش، انا باخد تلتين على طول. انما مع الكالسيوم كنت بفكر بناء على احتياجاتي باخد من الكالسيوم ده. يبقى كده بالنسبه للفوسفيت انت بتعمل ايه؟ باخد تو ثيرد من الانجست فوسفيت irrespective للدايتري انتيك، تمام؟ يعني ماليش دعوه بقى انت واخد كميات كبيره ولا كميات قليله، انا هعمل ابزوربشن لتلتين الكميه، تمام؟ نخش بعد كده بقى على الصفحه اللي بعد كده. بناء على الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه ده، هتلاقي ان الكالسيوم الجسم بيعمل له ايه؟ بيعمل له تايت ريجوليشن، يعني بيتحكم فيه بالظبط على حسب الاحتياجات. اما الان اورجانيك فوسفيت مفيش تحكم عليه، يعني هو ماشي بدماغه. فاذا انت لازم تتحكم في الان اورجانيك فوسفيت كونسنتريشن، لان انت لو ما تحكمتش فيها والفوسفيت ده زاد عن حده قوي هيحصل ايه؟ هيحصل نقص في البلازما كالسيوم ليفل، تمام. يبقى لو الفوسفيت زاد قوي عن حده الكالسيوم هيقل، تمام؟ فلازم ان انت تراقب الفوسفيت هو كمان وتتحكم في كميته. طبعا الرسمه ديت ما علينا منها خالص دلوقتي، وطبعا احنا معظم الحاجات ديت اساسا قايلينها واحنا بنقول التجميع يعني فاكس منها. طيب، ايه الفاكتورز بقى اللي هتتحكم لك في الكالسيوم والفوسفيت، او ايه الهرمونز اللي هتتحكم فيهم؟ هم دول نفس الفاكتورز السبعه اللي احنا لسه شارحينهم من شويه، تمام؟ اللي هم الباراثايرويد هرمون او البي تي اتش والفيتامين دي والاف جي اف 23، هم دول اهم حاجه، تمام؟ وفي برضه حاجات ثانيه بتتحكم زي الكالسيتونين والجلوكوكورتيكويد والثايرويد هرمون وايه؟ والجونادال استرويد. طبعا الجونادال استرويدز ديت اللي هي الاستروجين والاندروجين. ماشي، الرسمه دي برضو ورا لها 30 لازمه بعد التجميع اللي احنا عملناها. ماشي، بعد كده بقى هنبدا نتكلم عن الفاكتورز دول. اول فاكتور واهم فاكتور وهو الباراثايرويد هرمون، تمام؟ الباراثايرويد هرمون من اهميته الدكتوره متكلمه عنه في صفحتين، تمام؟ بس طبعا كل كلام اهبل هنخلصه بسرعه ان شاء الله. بعد كده هنتكلم عن الفيتامين دي، تمام؟ وده هنتكلم عنه في صفحه. بعد كده باقي العوامل كلها هنتكلم عنهم في صفحه اللي هم باقي السبعه اللي موجودين عندك دول. ماشي، خلينا نبدا كده بالباراثايرويد هرمون. هتلاقي ان الباراثايرويد هرمون ده كتمري هو موجود فين؟ اهو في الثايرويد جلاند اللي هم الاربع خصوص اللي موجودين قدامك دول. اول ما هيحصل نقص في البلازما كالسيوم كونسنتريشن هيبدا الباراثايرويد هرمون ده يطلع، فبالتالي يروح على العظام ويحفز الاوستيوبلاست اكتر، ولما هيحفزها هيطلع الكالسيوم والفوسفيت ويرميهم جوه الدم، تمام؟ وهيروح عند الكدني، هيعمل ايه في الكدني؟ هيروح عند الكدني يزود الكالسيوم ري ابزوربشن زي ما احنا قلنا، اللي هو هيعيد امتصاص الكالسيوم. اما الفوسفيت كان بيعمل فيها ايه؟ كان بيقلل الري ابزوربشن وبيخليها ان هي تنزل عادي في البول، تمام. وهيعمل ايه كمان؟ هيعمل هيدروكسيليشن وتحويل للفيتامين دي للاكتيف فورم بتاعته، تمام؟ ودي نقطه مهمه. يبقى كده الباراثايرويد هرمون بيحفز مين؟ بيحفز الفيتامين دي سينسس اللي هو الاكتيف فورم، تمام؟ طب ولما هيحفز الفيتامين دي ده هيروح عند الانتستين وبالتالي يحفز الاكتيف ترانسبورت، وبالتالي يعمل ايه بقى؟ بالتالي يزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت، تمام؟ فبالتالي كده زودت كميه الكالسيوم في الدم. هو ده اللي عايز يقوله لك وملخص الرغي اللي احنا هنرغيه في الصفحتين الجايين دول.
طيب نقرا بقى الكلام بالتفصيل، هتلاقي ان هو اول ما هيحصل نقص او ديكريز في البلازما كالسيوم ليفل هيبدا البي تي اتش ريزس، تمام، هيبدا ان هو يعلى ويزود الكالسيوم ليفل عن طريق شغله على ايه؟ عن طريق شغله على الحاجات اللي موجوده قدامك كلها. على البون هيبدا ان هو يحفز ايه؟ هيبدا يحفز الاوستيوبلاست، تمام، عن طريق ان هو يزود الديفرنشيشن بتاعها من البريكيرزر بتاعها يعني، وبالتالي الاوستيوبلاست هتبدا تحرر الفوسفيت والكالسيوم، طيب، وترميهم في الدم يعني. طيب من خلال شغله على الكليه هيبدا ان هو يعمل ايه؟ هيزود الري ابسوربشن بتاع الكليه بتاع الكالسيوم، ان هو هيرجع الكالسيوم تاني ويقلل الاكسكريشن بتاعه. اما بالنسبه للفوسفيت هيبدا ان هو يعمل ايه؟ هيبدا يقلل الري ابسوربشن، وبالتالي يرميها في الشارع، يرميها في اليورين يعني. تمام. طيب بالنسبه بقى لشغله على الفيتامين دي 3، على الفيتامين دي وتكوين الفيتامين دي 3 اللي هو الاكتيف فورم يعني بتاعتنا، هتلاقي ان البي تي اتش يعني ستيميوليت البروزمال تيبيول اللي هي يعني الخلايا يعني الموجوده جوه الكليه، ان هي تحفز تحويل الاكت يعني الفيتامين دي للاكتيف فورم بتاعته. الاكتيف فورم بتاعت الفيتامين دي ديت بنسميها ايه بالظبط؟ بنسميها كالسيترايول او 1.25 هيدروكسي فيتامين دي، تمام. يعني سيبك من الرغي ده كله اللي مكتوب ده، اهم حاجه ان انت تكون ال 1.25 هيدروكسي فيتامين دي اللي هو بنسميه كالسيترايول، وهو ده اللي مسؤول ان هو يحفز الابزوربشن بتاع الكالسيوم من خلال ايه؟ من خلال الانتستين زي ما قلنا بالاكتيف ترانسبورت. يبقى اذا هو شغله كده على الانتستين هيكون دايركت ولا اندايركت؟ هيكون اندايركت، تمام، اللي هو الباراثايرويد هرمون. ليه؟ لان هو شغله على الانتستين اصلا اللي هيقوم به الفيتامين دي، لان الفيتامين دي هو اللي هيروح اللي هو الاكتيف فورم ويحفز الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن. انما الكدني كانت وظيفتها ايه؟ كانت وظيفتها ان هي خلت الفيتامين دي يتحول للاكتيف فورم بتاعته اللي هو اسمه 1.25 هيدروكسي فيتامين دي، او بنسميه برضو الكالسيترايول. تمام. ده كده برضه ملخص عن الباراثايرويد هرمون الدكتوره حتى بعد كده بقى هتتكلمك برضه يعني على السريع كده عن الباراثايرويد هرمون. ايه هو الباراثايرويد هرمون ده؟ ده الموست امبورتنت اندوكراين ريجوليتور، ده اهم واحد بيتحكم في الكالسيوم ليفل، تمام، وبيطلع من الباراثايرويد هرمون، بيتكون تقريبا من 84 امينو اسيد، وبيطلع من الباراثايرويد جلاند زي ما قلنا برضه. المفترض ان هو بيطلع امتى؟ بيطلع لو كان الكالسيوم اللي موجود في الدم قليل، تمام، اف ديكريست، ماشي. طيب يا سيدي بعد كده ايه اللي موجود عندنا تاني؟ هتلاقي ان هو بيقول لك بقى وين اند هاو البي تي اتش ستيميوليتد، امتى ان هو هيطلع اساسا بقى الباراثايرويد هرمون ده زي ما احنا ما لسه قايلين، ما هواش هيطلع الا لو الكالسيوم كان قليل. فايه اللي هيحصل بالظبط بقى؟ قال لك ان في كالسيوم سينسنج ريسبتور على الباراثايرويد جلاند، تمام، اول ما بتحس ان البلازما كالسيوم ليفل قل بتيجي محفزه الشيف سيلز اللي موجوده في الباراثايرويد جلاند ان هي تطلع الباراثايرويد هرمون. طب والباراثايرويد هرمون هيجي رايح عامل ايه بالظبط؟ هيجي ماسك في الجي بروتين كابلد ريسبتور، وبالتالي يبدا ان هو يعمل الايفكتس اللي موجوده عندنا ديت كلها اللي احنا لسه قايلين عليها ديت كلها، بحيث ان هو يزود الكالسيوم ليفل. تمام. طيب ولما الكالسيوم يزيد قوي كميته جوه الجسم جوه الدم، ايه اللي هيبدا يحصل؟ السنسنج ريسبتورز دي برضه هتبدا تحس من تاني ان انت بالنسبه لك دلوقتي الكالسيوم زاد. طب طالما الكالسيوم زاد، لا خلاص بقى هبدا اعمل سبريشن او ديكريز للسكريشن بتاع البي تي اتش. يبقى تاني انا لما كان اقل الكالسيوم فالباراثايرويد حست عن طريق الكالسيوم سينسنج ريسبتور ان الكالسيوم قليل، تمام. طيب ولما حست كانت عامله ايه؟ كانت مطلعه الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون جه شغال على الحاجات اللي موجوده قدامنا ديت كلها، سواء بون وكدني وانتستين والجوده كله، بحيث ان هي ترفع كميه الكالسيوم. اول ما الكالسيوم هيزيد برضه الكالسيوم سينسنج ريسبتورز ديت هتحس وهتيجي قايله خلاص كده انا مش مطلعه باراثايرويد هرمون من تاني، تمام. يبقى ويا كان الهاي بلازما كالسيوم ليفل هتعمل سبريشن للبي تي اتش سكريشن، يعني اول ما الكالسيوم هيزيد الباراثايرويد هيقل، انما لو كانت الكالسيوم ليفلز كانت قليله يبقى البي تي اتش هيزيد، ماشي. طيب باي ويتش ميكانيزم البي دي اتش انكريز الكالسيوم، زي ما احنا بقى ما لسه قايلين هيشتغل بشكل دايركتلي على الكدني والبون بالميكانيزمات اللي احنا لسه قايلينهم. على الكدني مثلا هيمنع الري هو هيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم ويمنع الري ابزوربشن بتاع الفوسفيت، اما على البون هيزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، وكمان بقى شغله على الانتستين هيكون اندايركتلي بناء على تحفيزه للفيتامين دي،
تمام. طيب برضو بيكلمك تاني على الافكتس وبيجمعها لك من تاني. الافكتس بتاعت الورا ثيرويد هرمون على الكدني هيبدا يعمل ايه؟ هو ده اسرع حاجه بتحصل، ان هو بيروح على طول على الكليه ويشتغل عليها، فبالتالي بيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم، تمام، ان هو يرجعه تاني للدم، وبيقلل الري ابزوربشن بتاع الفوسفيت، تمام. بيعمل ايه تاني؟ هتلاقي ان هو بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن زي ما احنا لسه قايلين، وبيقلل الفوسفيت ري ابزوربشن، وكمان اهم حاجه برضو ان هو بيحفز ايه؟ بيحفز تكوين ال 21 داي هيدروكسي فيتامين دي اللي هو بنسميه كالسيترايول، تمام، واللي هو ده اللي مسؤول عن ان هو يحفز الامتصاص او الابسوربشن بعد كده. طيب الهيدروكسيليشن يعني عشان برضو ان انت تكون واخد بالك، هو اساسا يعني الاكتافه او التحويل للكالسيترايول دي اتعمل ازاي؟ ان كان موجود عندي 25 هيدروكسي فيتامين دي وانا عايز اعمل له واحد هيدروكسيليشن، تمام، اضيف او اتش عند البوزيشن رقم واحد، تمام. فمين اللي ساعده في اضافه الاو اتش ديت؟ وجود الباراثايرويد هرمون عند الكليه، تمام، حلو. طيب فبيوضح لك اهو ان الهيدروكسيليشن ديت بيحصل لها، بتحصل فين؟ بتحصل عند البروكسيمال رينال تيبيولز، تمام. فبالتالي الكالسيترول يزيد، ولما الكالسيترول يزيد هيروح عند السمول انتستين وطبعا عند الدودنم، وبالتالي يحفز ايه؟ الاكتيف ترانسبورت، وبالتالي الابزوربشن بتاع الكالسيوم، تمام. يعني انما تاثيره على الفوسفيت في الابزوربشن ايه؟ ما بيأثرش على الابزوربشن بتاع الفوسفيت قوي، ولكنه بيزوده برضه كحاجه طفيفه، تمام. وطبعا زيادته للابزوربشن بتاع الفوسفيت ده برضه راجع لايه؟ راجع ان هو بيحفز الفيتامين دي يعني، تمام. طيب تاثيره على الانتستين، طبعا زي ما احنا ما قلنا ان البي تي اتش على الانتستين ما بيعملش تاثيره بشكل دايركت، ولكن بشكل اندايركت عن طريق ان هو بيحفز خروج الفيتامين دي اللي هو بنسميه الكالسي ترايود، تمام. بعد كده بقى اللي هو الافكت بتاع الباراثايرويد هرمون على البون او العظام، زي ما احنا لسه قايلين، طبعا كنا قايلين ان الباراثايرويد هرمون لو موجود على طول جوه الجسم يبقى هيحفز الاوستيوبلاست، انما لو موجود على فتره متقطعه هنلاقي انه بيحفز الاوستيوبلاست، يبقى هو ليه اوستيوبلاستيك اكتيفيتي واوستيوبلاستيك اكتيفيتي. خلينا كده لما نشوفهم هتلاقي ان هو بالنسبه للاوستيوبلاست ده افكت امبورتنت فعلا الباراثايرويد هرمون بيعمله، بس بيكون سلور يعني بيتم بشكل بطيء، فلازم الباراثايرويد هرمون يكون موجود لفتره طويلة جوه الجسم، تمام. وبيتم الاكشنز بتاعته طبعا بشكل دايركتري عن طريق ان انت عندك الباراثايرويد هرمون هيزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، وبالتالي يزيد البون ريزوربشن او تكسير العظام، وبالتالي يزيد تحليل الكالسيوم والفوسفيت من البون ويزيد كميتهم جوه الدم، تمام. طيب هل ليه اوستيوبلاستيك اكتيفيتي؟ اقول لك ايوه. فبيقول لك اهو ان هو على الرغم ان يعني ان الباراثايرويد هرمون ده كان عمال يعني يعمل كاتابوليك افكت ويكسر وياخد الكالسيوم من العضلات وياخد الكالسيوم من العظام والحاجات دي كلها، الا ان هو برضو بيقدر ان هو يعمل ستيموليشن لنيو بون فورميشن، تمام، اللي هو تكوين عظام جديد عن طريق ان هو بيعمل ايه بقى؟ بيحفز الديفرنشيشن او تكوين الاوستيوبلاست جديده، تمام. يبقى انت بياخد البريكيرزرز بتاعت الاوستيوبلاست ويحفز تكوين الاوستيوبلاست من خلالها، تمام، ويكون ماتيور اوستيوبلاست، تمام. وبالتالي يحفز ايه؟ انهانس الاوستيوبلاست سرفايفل، او ان هو يزود يعني نسبه وجود الاوستيوبلاست، فبالتالي ايه؟ يزيد تكوين العظام من تاني، تمام. انتراكشن اوف الباراثايرويد هرمون وذ اتش وذ اس ريسبتور اون ماتيور اوستيوبلاست ستيمولييت الجي اس، تمام. فلما هيحفز الجي اس ريسبتور اللي هو جي بروتين لينكد ريسبتور، تمام، اما هيحفزه ايه اللي هيبدا ان هو يحصل؟ هيبدا ان هو يزود الادينايل سايكليز، ولما هيزود الادينايل سايكليز هيزود السايكليك اي ام بي، ولما هيزود السايكليك اي ام بي ده هيكون ليه تاثير انتي ابوبتوتيك على الاوستيوبلاست، يعني هيمنع موت الاوستيوبلاست ويزود فتره وجودها. يبقى هو كده عمل ايه؟ زود الديفرنشيشن بتاع الاوستيوبلاست ومنع موت الاوستيوبلاست. طب منع موت الاوستيوبلاست ازاي؟ عن طريق ان هو حفز جي اس، وبعدين بما انه حافظ جي اس يبقى زود الادرينالين سايكليز، وبالتالي زود السايكليك اي ام بي، وبالتالي زود الانتي ابوبتوتيك افكت بتاع الاوستيوبلاست، تمام. طيب مين اللي هيفوز بقى، الاوستيوبلاست ولا الاوستيوكلاست؟ زي ما احنا ما قلنا ده هيعتمد على انت مستخدم الباراثايرويد هرمون ازاي. البالانس بتوين الباراثايرويد هرمون بقى كاتابوليك والانابوليك اكشنز ديت هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على الثلاث حاجات اللي موجوده قدامك دول. اللينس اوف تايم اكسترا سيلولار للباراثايرويد هرمون هو موجود لفتره قد ايه ماسك في الريسبتورز بتاعته على الاوستيوبلاست،
تمام. لو كان مثلا موجود عند الاوستيوبلاست دي لفترات اللي هي متقطعه، تمام، يبقى في الحاله ديت هيحفز الاوستيوبلاست ذات نفسها، انها بقى لو كان موجود بشكل كونتينوس هيحفز الاوستيوبلاست. فهتلاقيه هو بيقول لك ان هو لو موجود كونتينوس اليفيشن للاكسترا سيلولار باراثيرويد هرمون، يبقى في الحاله ديت هيحفز البون ريزوربشن اكتر، يبقى هيحفز الاوستيوبلاست اكتر لو كان موجود بشكل كونتينوس. تمام. ماشي تمام، يعني ادي ده يعني الكلام اللي موجود قدامك ده نفس الكلام بقى. بعد كده لو كان عندك انترميتنت او بريف او اللي هو يعني موجود الباراثيرويد هرمون ده لفتره قليله، يعني ولتكن مثلا من ساعه لثلاث ساعات او حتى لخمس ساعات، ففي الحاله ديت هيكون بيحفز البون فورميشن اكتر من البون ريزوربشن، وبالتالي يبقى هو كده بيزود كتله العظام اكتر. طيب يبقى انا كده لو انا محتاج اعالج البون ريزوربشن، يبقى انا محتاج استخدم باراثيرويد هرمون ان هو يكون انترميتنت، تمام، او بريف، ان هو يقعد في الجسم لفتره قليله. انما بقى لو كان مريض يعني هايبر باراثيرويديزم، يبقى في الحاله ديت هيكون عنده مشكله نتيجه الكونتينوس اليفيشن ديت، وممكن ان هو يسبب حدوث ايه؟ الاوستيوبروز. ماشي. بعد كده بقى هنتكلم دلوقتي عن تاني فاكتور وهو الفيتامين دي. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الفيتامين دي الاكتيف فورم بتاعته هي الكالسي ترايود، تمام، وهي المسؤوله طبعا عن زياده امتصاص الكالسيوم من خلال الانتستين. طبعا في اكشنز تانية للفيتامين دي، ولكن يعني هنتعرف عليها بعد ما ناخد ازاي بيتم اساسا تصنيع الاكتيف فورم بتاعه الفيتامين دي جوه الجسم. طيب هو المفترض اساسا ان الميتابوليك باث واي بتاع الفيتامين دي زي الصوره اللي موجوده قدامك ديت، المفترض ان الفيتامين دي ممكن انت تاخده من اتجاهين، اما من اتجاه الدايت اللي هو الاكل اللي انت بتاخده، ممكن تاخد من خلاله الفيتامين دي 2 اللي بنسميه اللي هو ارجو كالسيترول، او الفيتامين دي 3 اللي هو بنسميه كولي كالسيترول، في الصوره الاناكتيف فورم طبعا بتاعتهم. وكمان ممكن من خلال شكل اندوجينوس اللي هو ايه؟ اللي هو من خلال الجلد بتاعك لما هيتعرض للشمس، الالترا فايولت لايت، يعني لما هيجي على الجلد هيبدا ان هو يكون ماده اللي هي فيتامين دي 3 برضه في الان اكتف فورم. فالمفترض ان الاتجاهين دول هيبداوا هما الاثنين يروحوا عند الليفر. تمام. المفترض ان انا دلوقتي موجود عندي ايه؟ موجود عندي كولي كالسيترول. الكولي كالسيترول ديت دخلت جوه الليفر، الليفر هتبدا تعمل ايه؟ هتضيف او اتش جروب عند البوزيشن رقم 25، فبالتالي تكون لي 25 هيدروكسي كولي كالسيترول، و25 هيدروكسي كولي كالسيترول ديت بقى هتبدا تروح عند الكليه. ماشي. عند الكليه بقى في البروكسيمال تيوبيول هتبدا ان الباراثيرويد هرمون هتشتغل عليها، وبالتالي تحفز ان يحصل اضافه ايه؟ اضافه للاو اتش جروب كمان في البوزيشن رقم 1، فبالتالي يكون لي 1 و25 داي هيدروكسي كولي كالسيترول، وهو ده بقى الموست باورفول فورم من الفيتامين دي، واللي بنسميه كالسيترايول، وهو ده اللي هيدي الاكشن بتاعنا. طبعا الصوره دي برضو بتوضح لك اوقات ان ده الجلد هيخترقه اشعه الشمس اللي هي اليو في، فتحول لي السبعه ديهايدروكوليسترول للكوليكالسيترول اللي هو الفيتامين دي 3 في الصوره الان اكتف منه. بعد كده هتخش على الليفر، هتبدا بقى ان هي ايه؟ تاخد او اتش جروب كمان. بعد كده برضو اللي هو ايه؟ الاو اتش جروب ده بقى عايزين نضيف عليها الاو اتش جروب الثانيه اللي هي في البوزيشن رقم 1 من خلال الكليه، وده طبعا بيتم في وجود الباراثيرويد هرمون. ماشي. طبعا الباراثيرويد هرمون ده ممكن نسميه برضو باراس هرمون يعني. ماشي. الفيتامين دي تايب زي ما هنقول دلوقتي، الفيتامين دي 3 اللي هو في الصوره الان اكتف بيتم افرازه من خلال الجلد، تمام، لما طبعا هيتعرض لليو في. وعشان كده الشخص اللي بيتعرض لاشعه الشمس ما هواش محتاج ان هو يستخدم فيتامين دي سبلمنت. ماشي. ليه؟ عشان هو بيتم افرازه بشكل اندوجينس جوه الجسم، وبالتالي ان هو يتم تحويله للاكتف فورم بعد كده. ماشي. طيب المفترض ان احنا الفيتامين دي هنقسمه لنوعين، اللي هو اللي انت بتاخده في الدايت، ممكن انت فيتامين دي 2 وفيتامين دي 3. معلش اشطب اللي هو من عند رقم واحد ديت، اشطب الكوليكالسيترول اند، تمام، سيبها ايرجو كالسيترول بس. فانت عندك كده الايرجو كالسيترول ده هو الفيتامين دي 2، وغالبا بيتم افرازه فين؟ في البلانس او النباتات لما بتتعرض برضه للاشعاع. طيب بالنسبه بقى للفيتامين دي 3 او اللي بنسميه الكوليكالسيترول، ده بقى بيكون بالنسبه لك ايه؟ بيكون يعني بيتم افرازه بقى عند الانسان من خلال جلد الانسان عن طريق ان هو بيتعرض لليو في لايت، فبالتالي يحول السبعه دي هيدروكسي او الدي هايدرو كوليسترول لما هيمتص اليو في، يو في بي بالذات، يعني هيبدا ان هو يتحول لايه؟ لكوليكالسيترول اللي هو الان اكتف فيتامين دي 3، وبعدين يكمل بقى بالصوره اللي احنا قلنا عليها دي.
طبعا الفيتامين دي 2 والفيتامين دي 3 ممكن ان هم بينضافوا بقى على الديري برودكت او الالبان عشان يعني ايه يحسنوا كفاءة العظام برضو عند الاطفال وهكذا يعني. ماشي. هاو اكتف فيتامين دي 3 سينسايز هيوضح لك بقى اللي هي الصوره اللي احنا لسه حاكيينها ديت بقى، بس الكلام بقى رغي او دش زي ما هو موجود قدامك. ماشي. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان موجود عندك سواء ان انت جايب الصوره الغير نشطه من الفيتامين دي ديت، سواء انت جايبها اندوجينس من خلال مثلا الجلد او من خلال الدايتري عن طريق ان انت واكلها مثلا في الدايت بتاعك، فالفيتامين دي اللي انت واخده ده هيبدا يروح عند الليبر عند الكبد زي ما احنا قايلين، اما ان هو يحصل له ستورج او ان هو يتحول للكالسي في دايول. كالسي في دايول، الكالسي في دايول ده اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين دي، يعني انت يعني ضفت او اتش عند البوزيشن رقم 25. وده طبعا جت اول خطوه من خطوات الهيدروكسيليشن. بعد كده ايه المفترض بقى تعمل؟ السكند هيدروكسيليشن. السكند هيدروكسيليشن للكالسي كالسي في دايول ده بيتم فين؟ بيتم في الكليه، تمام. فبالتالي يتحول للاكتيف فورم اللي بنسميها ايه؟ كالسيترايول، اللي هي فيتامين دي 3. وهي ده بقى اللي احنا بنستخدمها، وهي الصوره النشطه او الفعاله اللي الجسم محتاجها. وطبعا السكند هيدروكسيليشن ديت غالبا هتحصل في البروكسيمال تيوبيولز في الكليه، ومعتمده على وجود الباراثيرويد هرمون، تمام. ولكنها ما هيش هتحصل في الانتستين. يعني كان ممكن مثلا ان انت تقول طب هو اساسا بقى الفيتامين دي ما تنشطش في الانتستين وبالتالي ان هو يشتغل جوه الانتستين على طول ليه؟ اقول لك لان الانتستين ما فيهاش الواحد هيدروكسيليز انزيم اللي هو مسؤول عن اضافه الاو اتش جروب الثانيه على الفيتامين دي عشان يحوله للصوره النشطه اللي هي بنسميها الكالسيترايول. يبقى الكالسيترايول بيتم تكوينه فين؟ في البروكسيمال تيوبيولز بتاعت الكليه. ليه؟ عشان هناك موجود الانزيم اللي اسمه واحد هيدروكسيليز انزيم وموجود الباراثيرويد هرمون، تمام. انما طبعا الانزيم ده ما هوش موجود فين؟ في الانتستين. طيب نتكلم بقى عن اخر حاجه في الفيتامين دي، وهي الفيتامين دي اكشن او الكالسيترايول بقى اكشن، اللي هو الصوره النشطه من الفيتامين دي على الانتستين. وهو ده اهم حاجه بالنسبه لي، ان الكالسيترايول ده هيروح يشتغل على السمول انتستين وهيحفز الايه الاكتيف ترانسبورت، هو اللي تنكريز بقى الابزوربشن بتاع الدايتري كالسيوم زي ما احنا قلنا. طيب وبعد كده بيقول لك ان هو ليه ما بيتمش اكتافيت الفيتامين دي جوه الانتستين؟ عشان ما عندوش الواحد هيدروكسيليز انزيم. طيب الابزوربشن بتاع الكالسيوم ده بيتم الريجوليشن بتاعه من خلال ايه بالظبط؟ من خلال كميات وجود الفيتامين دي، تمام، اللي هو في الصوره النشطه بتاعته اللي هي 25 هيدروكسي فيتامين دي، تمام. طب واساسا وجود الفيتامين دي ده اساسا معتمد على ايه بالظبط؟ معتمد ان لازم يكون فيه رينال هيبرال فانكشن كويسه عشان في البروكسيمال تيوبيول يكون موجود فيها الانزيم اللي هو الواحد هيدروكسيليز انزيم، ولازم كمان ان يكون فيه كميات كويسه من الباراثايرويد هرمون. يبقى لازم عشان يتكون الفيتامين دي ده لازم يكون التيوبيولز بتاعت الكليه كويسه، ولازم برضو ان ايه لازم ان يكون عندك الباراثايرويد هرمون ليفلز كويسه. ماشي. طيب لو بقى زاد الفيتامين دي هيروح على الباراثايرويد ويعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن، مش كده؟ مش احنا قلنا ان الفيتامين دي ده متكون نتيجه وجود الباراثايرويد هرمون، فبالتالي لو زاد الفيتامين دي هيبدا ان هو يروح على الباراثايرويد سيل ويقول لها كفايه افراز وتصنيع الباراثايرويد هرمون، فهو هيعمل ايه؟ انهبيت الباراثايرويد هرمون سينسز اند ريليس، تمام. طيب على العظام بقى هيبدا ان هو يعمل ايه؟ الكالسيترايول هيحفز الاوستيوبلاست، تمام؟ وبالتالي زود البون ريزوربشن، تمام؟ ولكن بقى لما انت هتزود كميه الفيتامين دي او الكالسيترايول زي ما احنا ما كنا قايلين في الرسمه، يبقى انت هتبدا ان انت تعمل ايه؟ لو انت مزودها قوي يبقى انت هتزود بناء العظام. طيب انت زودت بناء العظام عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا عملت نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الباراثايرويد هرمون، فقللت خروج الباراثايرويد هرمون، فحجبت تشرع عن العظام، وبالتالي زودت تكوين العظام، تمام. بعد كده في الديستال تيوبيول اوف ذا كيدني هتلاقي ان الكالسيترايول بيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت، تمام. يبقى انت كده هتلاقي ان الكالسيترايول برضه يعني ممكن تزود كده على التجميعه ان هو برضه هيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم وبتاع الفوسفيت، ماشي. بعد كده بقى على الاميون سيستم هتلاقي ان انت عندك الكالسيترايول بيطلع برضه من الماكروفاج، والكالسيترايول هناك ممكن يعتبر ان هو لوكال سبريسنت،
تمام فور ادابتيف اميون سيل، عن طريق بقى ان هو هيبدا ان هو يعمل ايه، يقلل الشغل بتاع المناعه، يعني الماكروفاجز هتبدا ان هي تطلع كالسيوم ايون او يعني ان هو هيكون موجود يعني عند الماكروفاجز، فبالتالي هيبدا يعمل ايه سبريسنت افكت، او يقلل المناعه ديت ويقلل الماكروفاجز ديت، فبالتالي ممكن يكون ليه دور في علاج السورايسز او يعني الامراض المناعيه زي مرض الصدفيه يعني وكده. تمام ماشي، ادي كده بالنسبه للفيتامين دي. تمام بعد كده بقى ثالث فاكتور موجود معانا وهو الفايبروبلاست جروث فاكتور 23 او الاف جي اف 23. ده بقى بيعمل ايه بالظبط؟ بيشتغل على الكليه، ولما هيشتغل على الكليه هيعمل حاجتين. اول حاجه ان هو هيروح على الرينال تيوبولار صوديوم فوسفيت كوترانسبورتر، وبالتالي ان هو هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يزود الرينال كليرانس للاورجانيك فوسفيت، هيبدا يطلع الفوسفيت بره الجسم في اليورين. تمام، وبعدين هيبدا ان هو يعمل ايه تاني؟ هيمنع تصنيع الاكتيف فورم من الفيتامين دي. تمام، عن طريق ان هو هيوقف اللي هو الفيتامين دي 1 هيدروكسيليز، تمام، اللي هو اللي بيضيف او اتش جروب على الفيتامين دي في المرحله الاخرانيه اللي هي موجوده يعني عند الكليه، فبالتالي يمنع تكوين الاكتيف فورم من فيتامين دي اللي هي الكالسيترايول او 1 و25 هيدروكسي فيتامين دي. طيب وبما ان هو دلوقتي منع وجود الفيتامين دي، يبقى كده منع الاكشن بتاع الفيتامين دي، يعني قلل الاكتيف ترانسبورت او الامتصاص بتاع الكالسيوم والفوسفيت من خلال الانتستين. طيب وبما ان هو برضو منع الفيتامين دي، يبقى هو كده المفترض ان طالما قللت الفيتامين دي يبقى انت محتاج تصنع فيتامين دي. طب وعشان تصنع فيتامين دي يبقى هيحصل ايه؟ اكتيفيشن للباراثايرويد، يبقى هو كده اكنه برضو هيزود الباراثايرويد هرمون، فهو كده بيزود الباراثايرويد هرمون بشكل دايركت وان دايركت، وكمان بيقلل الكالسيوم والفوسفيت بشكل ان دايركت عن طريق ان هو وقف ايه الفيتامين دي. وطبعا ده احنا موضحينه في الرسمه ان هو الاف سي اف 23 ده بيبدا ان هو يوقف الفيتامين دي وبالتالي يحفز الباراثايرويد هرمون. تمام بعد كده هنتكلم بقى عن الثيرويد هرمون اللي هي التي 3 وتي 4. دول هتلاقيهم ان هم بيزودوا البون تيرن اوفر او تكسير العظام، عن طريق ان هم بيحفزوا الريزوربشن او الاوستيوبلاسيس يعني، وده طبعا لما يكون موجود بهاي ليفل او بكميات كبيره، وبالتالي بيقلل البون ماس خاصه في حاله الهايبر ثيرويدز. ماشي، بعد كده الجلوكو كورتيكويد زي الكورتيزونات وكده هتلاقيها ان هي بتبدا تعمل ايه بالظبط؟ لو كانت متاخده بجرعات مظبوطه هتبدا ان هي تحفز الاوستيوبلاست ابوبتوزس، يعني هتبدا تكسر في الاوستيوبلاست او تموتها، تزود بموتها يعني. تمام، وانهبت الاوستيوبلاست ماتوريشن اند اكتيفيتي، يعني بتخلي الاوستيوبلاست ما تنموش بشكل كويس. تمام، فبالتالي هي كده بتمنع وجود الاوستيوبلاست، يعني بتمنع البون فورميشن. تمام، وفي نفس الوقت بتزود البون ريزوربشن عن طريق ان هي بتزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي. تمام، وعشان كده لو انت كنت بتاخد الجلوكوكورتيكويد ده بشكل مستمر في الحاله ديت هتزود الاياتروجينيك بون لوس، او اللي هو ايه يعني التكسير في العظام الناتج عن استخدام الادويه يعني. تمام، ممكن تكتب بقى جنبها يعني حته الدكتوره كانت قايلاها ان انت لو مستخدم 5 مللي جرام من البريدنيزولون مثلا لمده 3 شهور، ان ديت كده هيكون كرونيك يوز، فده هيحفز اكتر ان يحصل لك بون لوس واوستيوبروزس وفراكشرز. طبعا الصوره ديت يعني ولا لها لازمه، يعني ما قراتش اساسا من الدكتوره. بعد كده نخش على الفاكتور رقم 5 وهو الكالسيتونين. الكالسيتونين ده بقى هرمون كويس بالنسبه للعظام، هيعمل ايه بالظبط؟ هيبدا يمسك في الاوستيوبلاست. تمام، وانهبت الريزوربتيف اكتيفيتي بتاعت الاوستيوبلاست ديت، يعني هيمنع الشغل بتاع الاوستيوبلاست. تمام، ويزاي يعني ايه؟ وبالتالي هو كده قلل البون ريزوربشن. ماشي، وبالتالي برضه بما انه قلل البون ريزوربشن يبقى قلل البلازما كالسيوم ليفل. تمام، الاكسوجينس كالسيتونين هيكون مفيد جدا في علاج حالات الهايبر كالسيميا. ليه؟ لان هو هيبدا ان هو ايه يعني يرسب الكالسيوم اكثر على العظام، ويقلل نسبه وجود الكالسيوم في الدم لان هو قلل الريزوربتيف اكتيفيتي. تمام ماشي، تمام، والكالسيتونين برضو ممكن ان هو يساعدنا في علاج كده الاوستيوبروزس لان هو حاجه كويسه. بعد كده الجونادال استرويد زي الاستروجين مثلا والاندروجين هتلاقيها ان هي بتقلل الاوستيوبلاست او بتمنع الاكتيفيتي بتاعتها، وطبعا احنا قلنا ووضحنا ان من ضمن الميكانيزمات يعني بتاعتها ان هي بتوقف الرانكل. تمام، وبالتالي كده بتقلل تكسير العظام.
بعد كده الاستروجين هاز برو ابوبتوتيك افكت على الاوستوبلاست، يعني بتزود او بتعجل بوفاه الاوستوبلاست يعني، فبالتالي كده ايه يعني قللت تكسير العظام، وفي نفس الوقت انتي ابوبتوتيك افكت على الاوستوبلاست يعني بتزود فتره حياه الاوستوبلاست، بالتالي بتزود نمو العظام. تمام كده خلصنا الفاكتورز اللي موجود عندك. في سؤالين الدكتوره كانت حطاهم، كاليوميت ايه الهرمونز اللي بتبدا ان هي تتحكم في الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن، يعني مين اللي بيزود الامتصاص بتاع الكالسيوم والفوسفيت. فطبعا اول ما هتبص على التجميعه ديت هتبدا ان انت تجمع الحاجات اللي بتزود الفوسفيت والكالسيوم ابزوربشن، هتلاقي ان هم الباراثايرويد هرمون وعندك الفيتامين دي، هم الاثنين بيزودوا الامتصاص. طيب مين بقى اللي كان بيعاكسهم في الامتصاص بتاعهم؟ هتلاقي ان الجلوكوكورتيكويد والاف سي اف هم اللي يعاكسوهم في الامتصاص، وهكذا يعني. هتلاقي بعد كده بقى السؤال اللي بعده بتقول لك الهرمونز اللي بتتحكم في الكالسيوم والفوسفيت دي بوزيشن على البون. فطبعا الكالسيوم والفوسفيت دي بوزيشن على البون، هتتكلم طبعا عن الاوستوبلاست والاوستوبلاست اكتيفيتي، ان انت عندك الباراثايرويد هرمون ده لو كان موجود لفتره طويله يبقى هو هيبدا يعمل اوستوبلاست، انما لو كان على فترات متقطعه يبقى اوستوبلاست. الفيتامين دي ده بجرعات قليله هيزود الاوستوبلاست، انما بجرعات عاليه يبقى هيزود الاوستوبلاست اكتر ويمنع الاوستوبلاست عن طريق ان هو ايه هيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الباراسايت هرمون، هكذا يعني، اللي هي كل الحاجات اللي احنا لسه قايلينها ديت كلها. ماشي تمام كده الحمد لله خلصنا يعني. لا ده لسه يعني كده يعني كده خلصنا الفسيولوجي، هنبدا بقى دلوقتي نتكلم عن الباثوفسيولوجي. بالنسبه للباثوفسيولوجي هتلاقي عندك البون تيرن اوفر، ده يعني اللي هو بيبدا ان هو يحصل ريبيتد سايكل من الاوستوبلاست والاوستوبلاست والجو ده كله. امتى يحصل الاوستوبروزس بقى والامراض دي كلها؟ لو طبعا بدا ان هو يحصل خلل في التنظيم ده كله، وان الاوستوبلاست هي اللي زادت عندك اكتر. تمام. ممكن يحصل مثلا حاجه زي الاوستوبروزس اللي هي هشاشه العظام، ممكن حاجه زي البادتس ديسيز اللي هو بيكون يعني فيها ايه بسبب مثلا كانسر مثلا او كده. الاوستيوماليجيا ديت بيكون اللي هو لين في العظام بسبب نقص الكالسيوم، وطبعا سبب نقص الكالسيوم هنا هيكون سببه نقص الفيتامين دي. تمام ممكن نسميها في الاطفال الريكتس، طبعا هنشوف الكلام ده دلوقتي واحنا بنقراه. ممكن برضه سبب الكرونيك كيدني ديسيز، ده هيكون سبب برضه من الامراض او المشاكل اللي ممكن تحصل في العظام. تمام اول مرض هو الاوستيوبروز او هشاشه العظام، ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروجريسيف لوس للبون ماس والسكليتال فراجيليتي. تمام انت عمال تخسر في الكتله بتاعه العظام نتيجه التكسير اللي بيحصل فيه، يعني الاوستيوبلاست شايفه شغلها زياده عن اللزوم فيها يعني. تمام. البيشنت اللي عنده اوستيوبروس عنده اوستيوبروزس، ده اللي هو ايه ممكن يحصل له فراكشر بصوره كبيره جدا. واكتر ناس يعني بيحصل لهم الاوستيوبروزس ده بالنسبه للستات اللي هم البوست منوزل، تمام يعني بعد انقطاع الطمس، وده غالبا بيكون اللي هم الستات اللي اكبر من 50 سنه، فبالتالي اكبر من 50 سنه برضو جنبها. وكمان برضو اللي هم الرجاله برضو الكبار اللي هم اكبر من 70 سنه تقريبا. تمام. بعد كده عندك الباجتس ديسيز. الباجتس ديسيز ده عباره عن ايه؟ بيكون في ديس اوردر في البون ريمودلنج اللي هو يعني ايه البناء والتكسير بتاع العظام بيكون مش بشكل منتظم، يعني هو لما بيجي بيكون عظام، ايوه بيكون عظام بس بيكونها بشكل ديس اورجنايزد، فبالتالي اللي هو مش بتكون بشكل منتظم على الجسم كله، فبالتالي بتطلع في الاخر يعني ايه عظام ممكن تكون متكونه بتكوين كبير جدا ولكن نون فانكشنال يعني ملوش لازمه، فبالتالي تلاقيه انها هي ايه يعني عظام ملهاش لازمه كده قدامك. تمام وانلارجد وميس شيبن، يعني بيكون ما هياش واخده الشكل الطبيعي بتاع العظام وبتكون ايه عامله تضخم كده ومش مخلياك قادر ان انت تقف بالشكل السليم بتاعك. تمام هي على عكس الاوستيوبروزس، الباكت ديسيز ده بيكون ايه بيكون موجود في ون او فيو بون. تمام يعني موجود عند عظام يعني معينه، انا هتلاقي مثلا لو لاحظت عندها هتلاقي ان الحته الشمال او العظمه في الرجل الشمال يعني الى حد ما قريبه من الوضع الطبيعي، انما في الرجل اليمين هتلاقي ان هي متاثره اكتر، فبالتالي بالنسبه للباجيت ديسيز ده بيكون يعني متحكم في عظمه او اكثر يعني بقدر قليل، انما الاوستيوبروز غالبا بيكون حاصل في ايه في معظم العظام بتاعت الجسم. ماشي طبعا بقى ممكن يكون في بون بين وجع في العظام وبون ديفورمتيز بقى اللي هو وفراكشرز اللي هو تكسيرات في العظام وهكذا. ماشي بالنسبه للاوستيوباليجيا ده بيكون سوفتننج في البون او ضعف يعني فيه، نتيجه ايه؟ نتيجه ان الفيتامين دي قليل فبالتالي الكالسيوم ما بيمتصش بشكل كويس، وبالتالي في حاله الاوستيوباليجيا بيكون فيه نقص كالسيوم بصوره كبيره. تمام طيب الاوستيوباليجيا ديت في الاطفال بنسميها ايه؟ بنسميها ريكتس. ماشي
بالنسبه للهايبر ثايرويديزم، هايبر بار ثايرويديزم ان كرونيك كيدني ديسيز، تمام. الناس اللي هم عندهم كرونيك كيدني ديسيز ده بنسميه سكندري هايبر بار ثايرويديزم، يعني هو المفترض ان احنا عندنا برايمري وسكندري وتيرشري هايبر بار ثايرويديزم، تمام. البرايمري ده بيكون نتيجه ان في كانسر، فالكانسر ده سبب زياده افراز الباراثايرويد هرمون، وبالتالي ايه بدا ان هو يحصل تكسير في العظام. طيب السكندري ده بيكون بسبب ايه بالظبط؟ هتلاقي مثلا ان كان فيه نقص في الكالسيوم، نقص حاد في الكالسيوم، وبناء عليه بدا ان هو يزيد الباراثايرويد هرمون عشان يبدا ان هو يرجع الكالسيوم للوضع الطبيعي بتاعه. طيب بالنسبه للتيرشري ده، بيحصل بعد ما انت ما بتعالج السكندري، يعني بعد ما انت ما عالجت السكندري، ما هي الغده اساسا كانت متعوده ان هي تفرز باراثايرويد هرمون كتير، تمام، فبدات ان هي تتضخم ويحصل فيها هايبر بليجيا، تمام، وفضلت تفرز باراثايرويد هرمون من تاني، تمام. ما علينا من النوع الاولاني والنوع الثالث، اللي يهمنا هو النوع الثاني، لان النوع الثاني ده هو اللي احنا هنبدا ان احنا نتكلم عنه دلوقتي، ونبدا ان احنا برضه نعالجه، تمام، لان هو ده يعني اللي هيكون عليه الكنترول بالعلاج شكل كويس جدا، تمام. طيب بالنسبه للسكندري برضو هتلاقي ان هو كان السبب بتاعه ايه بقى؟ السبب بتاعه نقص الكالسيوم. طب نقص الكالسيوم كان ممكن يكون بسبب ايه؟ كان ممكن يكون بسبب نقص الفيتامين دي. فاذا حالات السكندري هايبر باراثايرويدزم ممكن تتعالج عن طريق ان انت تزود الفيتامين دي، وممكن بقى ان انت ايه، يعني هي بتكون اكسلريتد اكتر لما يكون الشخص عنده كرونيك كيدني ديسيز، تمام. فلان احنا طبعا قلنا عشان تصنع فيتامين دي كويس لازم البروكسيمال تيوبيول تكون قايمه بوظائفها بشكل كويس عشان يحصل اكتفاء للفيتامين دي جواها، تمام. طيب لو انا عندي دلوقتي مريض الكليه بتاعته بايظه، يبقى معناها ان الكليه ما هياش مهيئه برضه لتصنيع الفيتامين دي، تمام. فيعني اللي هو الدنيا منفذه على بعضها في الحته ديت يعني، ماشي. فبالتالي كده بالنسبه لك الكرونيك كيدني ديزيز والهايبر باراثايرويدزم، ان كرونيك كيدني ديزيز ستيمز، يعني ايه الحاجات بقى اللي بتتحكم وبتزود فكره الهايبر باراثايرويدزم عندك؟ ان بيبقى فيه فوسفات كتير، والاف جي اف 23 بيكون كتير برضو، وبيكون فيه نقص في الفيتامين دي ونقص في الكالسيوم، تمام. هم دول اللي بيحفزوا حدوث السكندري هايبر باراثايرويدزم، تمام. ماشي، يعني كده خلصنا خلاص اللي هم الحاجات اللي هي الفسيولوجيكال والباثوفسيولوجيكال. هنتكلم بقى من اول الفيديو الجاي ان شاء الله في الحاجات الباقيه اللي هي علاجات الاوستيوبروتس. سلام عليكم.